طب هسه نروح على الكالتيفيشن ميثود او الكالتيفيشن مالت البكتيريا. شنو يعني كالتيفيشن؟ يعني زراعة البكتيريا، طرق زراعة البكتيريا او عزلها. اول شي معرف لي اياها الكولونيز، ليش؟ لان اني من ازرع بكتيريا اخذ المسحة ازرعها بالطبق، رأسا اروح اخليها بالحاضنة، ولما احضنها بالحاضنة هاي تطلع لي مستعمرات فاسميها كولوني، جمعها كولونيز. هي عبارة مايكروسكوبلي فيزيبل جروث، مايكروسكوبلي فيزيبل جروث يعني هو نمو يبين يعني بدون استخدام المجهر. هاي الآية المفروض ملتصقة بكلمة مايكروسكوبلي. جروث اوف مايكرو اورجانيزم، هو نمو من المايكرو اورجانيزم يرى بدون الحاجة للمجهر. اون سوليد كلتشر ميديا، على الطبق اللي يكون صلب بميديا صلبة. شلون هسه شرحت لكم قبل شوية الميديا الصلبة والسائلة وشنو الفرق. زين شنو هي الطرق؟ عندي 5 طرق للكالتيفيشن. اول طريقة راح اسميها ستريك بليت ميثود، وهاي الطريقة راح تكون اللي هي يسموها طريقة التخطيط. يقول هي نورمال ميثود، طريقة عادية اوف بليتينج اوت. بليتينج اوت يعني اعزل البكتيريا بطبق خارجي يعني آخر. The oncolumns is streaked over the surface of nutrient agar. الكولومن اللي هو شنو الكولومن؟ السبوت مال البكتيريا، مو أني أسوي تاتش باللوب. هسه أشوفكم شلون هذا الشيء اللي صعد على اللوب وخليته على هذه الأجار أسميه أنكولوم. In petri dish reducing oncolum of the well area through the series of stroke is ensured by sterilization the loop at each stage أو each step. تمام، اللي هو شنو؟ احنا وين وصلنا بالقراية؟ اي يقول الانكولومز is streaked over the surface، يعني اخططها هاي المسحة اللي اخذتها على الطبق، سطح الطبق of the nutrient agar. ليه النيوترينت agar اللي هو الطبق العادي الاصفر لونه، يعني قصده مو بلاد agar او هنا هيك دي يقول. زين الطبق النيوترينت اللي يكون لونه، شفتوا الفروقات بين النيوترينت اجار والبلاد اجار وال هذه اللوخ شوكليت اجار والمكونكي شفناها مو تمام. اوكي ان ا بيتري ديش ريديوسينج ان كولومز فور ذا ويل اريا ثرو ذا سيريز اوف ستروك عن طريق يعني هو على البيتري ديش يقول عن طريق انه مجموعة أو تسلسل من التخطيط حتى وأتأكد إنه اللوب راح يكون معقم بكل ستيج بكل خطوة. Somewhere along the streaked line cell will be sufficiently spread that they will grow in isolated colonies. يقول على طول التخطيط اللي خططته أني، خطوط التخطيط streaked line، راح تظهر الخلايا بشكل واضح جدا منتشرة وتنمو كمستعمرات معزولة. Or streaked on surface of slant nutrient agar in test tube. أو أيضا أقدر إني أخليها بالتست تيوب، مو شرط إلا طبق، لا أجيب تست تيوب من هذا السلانت وأقدر إني أخطط عليه، أو مثلا أرسم خط في داخل التيوب حتى لأغراض أخرى. هنا راسم لكم، طبعا هاي الرسمات مطلوبة من عندكم وتجي بالامتحان، راسم لكم طريقة العمل. أول شيء أعقم اللوب، بعدين أخذ من التيوب اللي أريد أخذ منه المسحة، أخذ شوية وأبدي أخطط على الطبق مثل ما تشوفون بهاي الطريقة، طريقة التخطيط، حتى النتيجة راح تكون بهذا الشكل النهائي. هنا راسم لكم طريقة التخطيط. أول مرة راح أخطط من اليسار إلى اليمين، أوقف أعقم اللوب وأبرده، وبعدين أبدي أنزل هنا، أبدي أنزل من وين وقفت، أنزل لجوا، بعدين أعقم اللوب وأبرده، وأيضا أستمر أخطط بهالجهة، عفوا بهالجهة، وإلى أن أخيرا أصعد من هاي الجهة ويصير عندي هذا الطبق بهذا الشكل. هاي يسموها الستريك ميثود، وهي هاي أول طريقة.
هنا عندي أنا يعني مسويت لكم إياها، ما أعرف الصوت يبين أو لا، بس راح أحكي أثناء ال شوف النيدل، النيدل نفس الشيء تشبه اللوب بس تكون هنا عادي ما بيها حلقة دائرية. تمام، شوف الفرق اللوب والنيدل، سويتها بفيديو يعني مسرعت لكم إياها. خلا أشوفكم شلون. راح أجيب هذا الطبق فاضي مثل ما تشوفون، كل شيء ما بي فارغ، وبعدين راح أبدأ أسوي طريقة التخطيط. أجيب اللوب أعقمه على النار، بعدين أبرده. خطوة التبريد مهمة لأنه إذا ما بردناش راح يصير راح أقتل البكتيريا، وبالتالي كل شيء ما راح استفاد، لأن حار تخبى البكتيريا تنقتل. هنا راح أبرده بطرف الطبق، بعدين آخذ هاي يسموها انكولوم، آخذ التاتش وأبدي أخليها على هنا كسبوت، وبعدين أبدي مرة أخرى أعقم اللوب وأبرده. وقلنا كل خطوة أقوم بها أعقم اللوب وأبرده بالطرف، وأبدي أجر منين أنا وقفت هاي السبوت، وقفت هنا أجر هيجي، أرد أعقم اللوب، أرد أبرده، وين وقفت أنا هنا أرد أخذ هيج، تمام، أرد أعقم اللوب من هاي المكان اللي وقفت بيه، هنا أقول لكم إنه، وأبدي أجر للجهة الأخرى، أعقم اللوب وأبرده، وأبدي أصعد زجزاج. على طول هاي الخطوط راح تطلع لي كولونيز متى ورا ما أحضن بالحاضنة. تمام، هاي اول طريقه نسميها ستريكينج. طبعا اقلب الطبق واخليه بالانكيبيتر حتى يصير عندي بالانكيبيتر، اخليه حتى يصير عندي النمو البكتيري. طبعا هو الفيديو موجود عندكم، ادز لكم اياه ان شاء الله. هاي طريقه توضيحيه على مود يعني لانه حتى تشوفون ايش سوينا. خلينا السبوت، عقمت اللوب بردته وارجع اجر من هنا بهاي الطريقه، اعقم اللوب ابرده وارجع اجر من وين وقفت اني. اذا جريت من مو المكان اللي وقفت بيه ما راح يطلع لي نمو، فاني وين وقفت بالضبط راح اجر من المكان اللي وقفت بيه، لانه اذا نزلت شويه عن المكان اللي وقفت بيه راح ابدي ازرع ولا شيء، فاوقف في المكان وين وقفت ابدي اجر. طبعا هي هذا الشيء ما راح يكون مرئي عندكم على الطبق، بس اني سويت لكم اياه بالقلم حتى تعرفون يعني شلون. ارد اعقم اللوبه برده واجي وين وقفت ارد اجر، بعدين اصعد زقزاق. على طول هاي الطريقه راح يطلع لي راح يطلع لي نمو. هاي بالنسبة لأول طريقة. ثانية طريقة هي spread plate method اللي هي طريقة الفرش. يقول it is bacterial. تمام، فكنا نقول انه spread plate method هي عبارة عن bacterial cultivation، نمو بكتيري على سطح الطبق، همين النيوتريانت اجار in petri dish، بطبق يعني to get uniform distribution، حتى أحصل على uniform distribution. هاي هي الوظيفة مالته أو الغرض من استخدام الـ spread plate method اللي هي طريقة الفرش. الغرض منها اللي هي أحصل على uniform distribution، توزيع متساوي من الكولونيز. تمام، هناك شنو كان بالستريكينج الغرض منه؟ شنو الغرض منه؟ الحصول على isolating colonies، مستعمرة معزولة. هنا الغرض منه حتى أحصل على uniform distribution. used in sensitivity test، أي هاي الطريقة متى نستخدمها؟ بالsensitivity test، وهذا sensitivity test أشرح لكم إياه بمختبر قادم. colonies grow on the surface of the media، المستعمرات راح تنمو على سطح الميديا، وهاي هي الطريقة. راح نجيب ما يدعى بالسبريدر مثل هذا، دائما كبرة زايد وينه هذا، هذا اللي بالنص تشوفوه مكتوب عليه اثنين، هذا يسموه سبريدر. تمام، راح اجيب من عنده، وش اسوي؟ اعقمه اكيد، ابرده، واخذ تاتش مسحة من البكتيريا واجي افرشها على الطبق. هسه حشوفكم شلون. طلعوا بهاي الطريقة مال سبريدينج، هم اجيب طبق فارغ
كل شيء ما بي افتحها شوفي ما بي شيء، واجيب السبريدر اللي قلت لكم عليها. هذا انا يعني كنت مصنعته بالمختبر اللي هو ديسبوزبل سنجل يوز يعني يندب راسا. هسه جبت لكم غيره، هسه شوفوا المفروض انه اذا متل اعقمه، هذا ما عليكم به، هذا سنجل يوز استخدام واحد، فبس انا اشوفكم اذا متل تعقموه وتخلوه هنا. اخذنا مسحه اول شيء مبرده لازم، بعدين اخليه اخذ مسحه وافرش ايوه البكتيريا على طول الطبق كل الاتجاهات باعه، ارد افره من هالجهه وفره من هالجهه الى ان اتاكد ايوه الطبق كليته راح يحوي على بكتيريا حتى احصل على يونيفورم ديستريبيوشن. طبعا بعدين طب اذا انا دا استخدم متل اعقمه، هذا ما عليكم بيد، هذا للتوضيح فقط. نروح على الستابينج اللي هي طريقة الطعن نسميها، هي عملية of bacterial inoculation of solid or semi-solid media. هاي رح أزرع بيها البكتيريا بطريقة على عفوا بتيوبي، أما يكون صلب أو شو صلب، باستخدام النيدل هالمرة. أستخدم النيدل، الأداة المستخدمة هي النيدل. To study the bacterial motility حتى أدرس حركة البكتيريا أو biochemical reaction. شلون أدرس حركة البكتيريا؟ من أشيل عني المسحة من البكتيريا وأطعنها في داخل التيوب هذا، إذا كانت البكتيريا متحركة راح تبدأ تنتشر البكتيريا على طول السلانت هذا. شوفوا هذا شلون مائل سلانت، إذا كانت متحركة حتمشي على طول الطعنة، إذا ما كانت متحركة راح تبقى بمكان هالبكتيريا تنمو. اوكي هاي هنا الغرض منها هاي واستخدمت ايضا اللي هو الطبق الاغار الستابينج. طبعا هنا راح اغير شويه، راح اشتغل على تيوب، راح اجيب تيوب هذا التيوب السلانت مائل تمام، وحروح اخذ النيدل، مو استخدم النيدل مو اللوب، النيدل راح اعقمه تمام، واجي ابرده كالعاده مثل ما اتفقنا، ابرده واخذ مسحه من البكتيريا واروح شو اسوي؟ اطعنها بالتيوب، يسموه ستابينج، الطعن يسموه ستابينج، اطعنها بنص التيوب، هذا التيوب مبين مائل الاغار اليمين، ايش راح اسوي هسه؟ عندي هذا التيوب المائل، راح اجي افتح طبعا مغطى التيوب راح يكون، اشيل الغطاء مالته، المفروض اعقم الفوهه مالت التيوب، بعد ما عقمتها راح اجيب اتاكد انه ما راح يدخل لي غير نوع البكتيريا، واطعن في داخل الاسلانت، اذا طلعت البكتيريا على طول الطعنه معناته اقول موتيلتي، اذا لا اقول انها ثابته، واغطي وارجع. الطريقة الرابعة اللي هي الانكيليشن، هاي ما يراد لها شيء، بكتيريا كالتيفيشن ان ليكويد ميديا، اجيب تيوب بسائل بدال السلانت هذا، ونفس العملية، اخذ مسحة باللوب او بالنيدل واخليها بنص التيوب. شلون هسه سوينا الستابينج؟ بس هذا مو سلانت ولا سوليد، الميديا سائلة تكون، هياتها هذا التيوب شوفوا شلون بيه سائل، وراح اجي اخذ اللوب اعقم اللوب وابرده، اكيد ابرده بالطرف، اخذ المسحه مالتي البكتيريا من مكان النمو البكتيري، اخذت مسحه واروح اجيب التيوب افتحها اعقم الفوهه مالته واخلي البكتيريا هي خلصت. هاي الطريقه يسموها انكيليشن، ارد اعقم التيوب وارجع. الطريقة الأخيرة اللي هي نسميها بور بليت ميثود، يقول بورد بليت تكنيك اللي هي طريقة صب الأطباق، بورد بليت تكنيك فور ايزوليتنج، الهدف منها شنو؟ العزل، ونيوميريتنج والعد. A sample is mixed with liquefied agar، العينة اللي عندي البكتيريا اللي عندي اللي أريد أدرسها راح أخلطها مع الأجار اللي يكون سائل بعده. That has been poured into a sterile petri dish، راح أديره بعدين ببتري ديش معقم. من هو الأديرة؟ السامبل اللي أريد أزرعه مع الأجار اللي بعده سائل اللي ما نشف بعده، يعني أنا مو شوفتكم شلون نسوي الميديا، نفورها على النار نعوفها تبرد شوية حتى لا تنقتل البكتيريا اللي بيها، وأخلي بيها حتى لا تنقتل البكتيريا اللي حضيفها، وأخلي بيها البكتيريا من تبرد. شلون منضفنا الدم كانت باردة؟ نفس الشيء،
هالمرة أخلي بكتيريا، مو تبرد شوية أخلي البكتيريا، بعدين أبدي أصبها. The agar is allowed to solidify. أعوف الأجار ينشف after incubation بعد الحضن. And بعد الحضن إيش راح يصير؟ Number of colonies that developed are counted. العدد المستعمرات اللي حتنمو أبدي أعدها. The culture media is must be incubated at 37 لمدة 18-24 ساعة. مدة الحضن راح تكون من 18-24 ساعة على درجة حرارة 37. هاي طريقة صب الأطباق. شوفوا خلى المسحة العينة عفوا مال البكتيريا بالطبق، بعدين دار عليها الميديا السائلة، عافها تنشف تجمد، بعدين حضنها. ورا الحضن تبدأ تطلع مستعمرات البكتيريا على السطح. زين هاي شنو الطريقة؟ قلنا هاي البكتيريا اللي راح تنمو بقعر الطبق اقول عليها انيروبيك، اللي حتنمو بالنص نقول عليها شنو؟ فاكولتيتيف، يعني مرات ايروبيك مرات مو ايروبيك، اللي حتنمو على السطح اقول عليها ايروبيك. زين هسه طلاب حراويكم الطريقة مالت الانكيبيشن، عفوا البور بليد ميثود. تمام، راح اجيب هاي العينه مالت البكتيريا، هذا التيوب ببكتيريا ناميه. تمام، راح اجيبه، اجيب طبق فاضي ادير بيه العينه مالتي. هاي بيها بكتيريا، ها هذه مزروعه، يعني هذا مو فارغ، بيه بكتيريا. درت البكتيريا مالتي، تمام حياتها. راح اجيب ميديا سائله، او مو اللي هي سائله، انا مسويتها على اساس انها سوليد. شوفوا مغطايه وعايفتها تبرد، اديرها عليها واعوفها تجمد. اخليها الى ان تجمد، وبعدين بعد ما اسويها انكيبيشن اجي اعد المستعمرات البكتيريه اللي طلعت. تمام، ازاي راح نقول؟ راح اقول اجي نسوي هذا الجدول. عندي الكالتيفيشن ميثود، شنو هي اول وحده؟ قلنا ستريكينج، مو تمام؟ ستريكينج يعني ما يخالف الخط شويه، لانه دا اصور لكم ودا اكتب. شو استخدمنا بيها تول ستريكينج؟ استخدمنا اللوب. تمام، زين وظيفه منها تو جيت ايزوليتنج كولوني أو colonies، مستعمرات معزولة. تمام، الميديا اللي استخدمناها شنو كانت؟ solid صح؟ in petri dish. petri dish تمام، هاي أول طريقة. الثانية كانت spreading. شو استخدمنا بيها تول؟ استخدمنا سبريدر اسمه صح؟ تمام، شنو الفانكشن مالتها؟ to get uniform distribution حتى احصل على توزيع متساوي. زين شنو الميديا اللي استخدمناها ايضا؟ كانت سوليد، نفس الشيء سوليد ان بيتري ديش. ثلاثة، زين ستابينج شو استخدمنا تول؟ نيدل. شنو الوظيفة مالتها؟ حتى ادرس الموتيليتي مال بكتيريا صح؟ بكتيريال موتيليتي. زين شنو الميديا اللي استخدمناها؟ كانت solid and tube. ماشي، أربعة incubation method صح؟ شو استخدمنا بيها؟ loop. شنو كانت الفانكشن مالتها؟ هاي الفانكشن ما مذكورة، بس هي استخدموها الطلاب الريسيرش حتى ينمي البكتيريا بصورة سريعة. زين شنو الميديا؟ كانت liquid in tube.
تمام. أخيرا البور بليت ميثود، طريقة صب الأطباق. بليت ميثود، تمام. شو استخدمنا تول؟ فانكشن مالتها شنو؟ كاونتينج، العد. والميديا كانت سوليد، صح؟ هاي المحاضرة كاملة. أتمنى أنه تكونوا فهمتوها واستفدتوا من عدها.